رح ننتقل لعالم الرياده والمشاريع الشبابيه وخصوصا المشاريع الصغيره اللي بنحكي دائما نور عن اهميتها اليوم بتامين فرص عمال حتى دعم الاقتصاد. اكيد نيرمين، قديش مهمه المشاريع الرياديه الشبابيه، قديش بتثبت انه عندنا شباب عنده ابداع، عنده مهارات وقدرات جدا قويه وبنعتز وبنفتخر فيها، وقديش بيساعد بتنميه الاقتصاد الوطني بسبب الظروف الاقتصاديه القاسيه اللي عم نعيشها والعقوبات اللي علينا. بتلاقي عجله الاقتصاد الداخلي هي جزء كثير مهم لفينا نقول ايرادات الماليه للدوله. لنحكي عن المشاريع الشبابيه الرياديه معنا المهندس علي قصي عبد اللطيف، مؤسس مشروع فعال للتدريب والتاهيل وريادة ريادة الأعمال الصادرة من كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق. مساء صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك إينو، نورتوا. مساء صباحك وأهلا وسهلا فيك. بس التنويه، المشروع صادر من جامعة تشرين باللاذقية. جامعة تشرين باللاذقية. جامعة تشرين. طيب خلينا نحكي عن مشروع فعال الإنتاجي، كيف بدأت الفكرة ونوضح أكثر مين المستفيدين منه؟ هلأ بداية، مشروع فعال للتدريب والتأهيل وريادة الأعمال هو قدم كمشروع تخرج قدم بكلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين بمتابعتي أنا وبإشراف عميد الكلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين الدكتور إبراهيم حمدان صقر، حب وجه له تحية. آمن بالفكرة الدكتور إبراهيم وخلى الفكرة تركز على الشباب وكيف يكون الشباب قادرين للولوج بسوق العمل بأقل الإمكانيات. الموجودة عنا. خلينا نحكي عن المشروع. بنشوف المشاريع في الهندسه الزراعيه وصلنا في مشروع فعال من افضل مشاريع كليه الهندسه الزراعيه، واخذ اهتمام كثير كبير من رعايه وزاره التعليم العالي ورئاسه جامعه تشرين، ومن خلال انه شفنا كثير زملاء طلبه عم يعرضوا مشاريعهم التطبيقيه، فنحن قدرنا نخلي الفكره تصير على ارض الواقع. شو هي الفكره؟ يعني هلا ما حكيتنا الفكره، خلينا نحكي الفكره نفصلها للناس. طيب الفكره اليوم نحن مشروع فعال للتدريب والتاهيل ورياده الاعمال أهداف أساسية، تمام؟ أول مرحلة فيهم هي مرحلة التدريب. اليوم نحن كتير عنا فجوة كتير كبيرة ما بين الحياة الجامعية وما بين دخول سوق العمل، فالتدريب هو بيغطي هي الفجوة. ننتقل لمرحلة التأهيل اللي هي المرحلة الأساسية اللي تجي ما بعد التدريب، اللي نحن اليوم نكسب المهارة العلمية على أرض الواقع يعني وننفذها لأي مشروع بدنا ننفذه، لأي مشروع بدنا نشتغل فيه حاليا على أرض الواقع. المرحلة الثالثة اللي عم نشتغل فيها هي مرحلة ريادة الأعمال، وهي التشبيك مع المنظمات بشكل عام داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة لرواد الأعمال والشركات الضخمة والتجار بشكل عام. وهذا الشيء نحن طلعنا قصص نجاح بمشروعنا من خلال تشبيكنا. احد المتدربين عندنا شارك مع اليو ان دي بي، اخذ مشروعه وتمول، بالاضافه لمديره العلاقات العامه عندنا ضمن المركز شاركت على المستوى العربي بمبادره للمراه القياديه والرياديه. طيب علي خلينا نحكي اكثر، حكيت لنا عن ثلاث مراحل المشروع، هي التدريب التاهيل والتشبيك اليوم مع المنظمات ليمكن للحصول على التمويل المادي، وهو بالضبط اللي يحتاجه اي مشروع ريادي. اليوم اغلبيه المشاريع عندنا بسوريا بتحتاج الدعم المادي، فالفكر الريادي كثير مهم وفكر الاستثمار يكون موجود عندنا نحن كشباب. طيب خلينا نحكي شو الشرائح اللي بتغطوها، يعني في اختصاصات معينه جامعيه انتم مغطينها ولا جميع الاختصاصات وجميع الافكار هي مرحب فيها؟ هلا هي جميع الافكار والمرحب فيها، بس اكيد انا اختصاصي اقتصاد زراعي، بوجه تحيه القسم عندنا بالكليه انه كثير ضوى على المشروع. اليوم كاختصاص اقتصاد زراعي نحن عم نجمع ما بين الزراعه والاداره، اليوم حلو. لما نجمع التنميه الاداريه مع التنميه الزراعيه رح نطلع بنتائج عالية ورح نطلع بإنتاج عالي. واليوم نحن كتير عم نعاني من الهدر اللي عم يصير بالإنتاج الزراعي، فاليوم ضروري يكون في إدارة لحتى نسد هي الفجوة من الهدر
اللي نحن عم نشوفها سواء الحمضيات وغيره. صحيح، هي مشاكل شفناها سابقا وعم يعانوا منها الفلاحين. هي نقطه كثير مهمه، خليني اوقف عندها. لما اقول تدريب، تاهيل، رياده اعمال، مثل ما قلت يعني عندك انت اساسا الفلاح بس عندك مشكله باليه اداره الانتاج او فينا نقول الحصاد تبعه. هي نقطه كثير مهمه. شو النقاط الاساسيه يعني اللي ركزتوا عليها بعمليه التدريب والتاهيل؟ لما نقول اكيد يمكن عاينتوا الواقع، يعني ركزتوا على النقاط الاساسيه مثل ما قلت الحمضيات. يعني نحن بنعرف اليوم الانتاج الحمضيات جدا كبير، بالسنوات السابقه شفنا عمليه هدر كثير كبيره. هدر كثير كبيره بالضبط. عم نسمع مثلا بسعر كيلو الليمون 15000، وانت اساسا محافظتك هي من اهم المحافظات، محافظه اللاذقيه المنتجه للحمضيات، في حلقه ناقصه. هي هي اللي يمكن نوعا ما اللي عم تركزوا عليها، هي اداره الانتاج الزراعي اليوم ضمن عملكم اليوم. كثير هيدا الشيء مهم نحن نركز عليه اليوم. نحن لو بنعرف نستثمر المواد الزراعيه الاوليه ونحولها لمواد زراعيه ثانويه وثالثه من النوع الثاني والثالث، احنا قاعدين نستفاد منها بالمواسم متعدده. الليمون مثلا الحمضيات الى موسم محدد، طيب هيدا الموسم المحدد نحن ليش بنستخدم اليوم بقسم العلوم الاغذيه عندنا ضمن الكليه، ليش ما بنلاقي طريقه لحفظ الليمون بلوقت اكثر مشان ما نعاني من تضخم الاسعار؟ صحيح، نقطه مهمه كمان. كنا عم نحكي نحن عن فكرة أساسية، التدريب والتأهيل. هو يمكن هاي الخطوة بتقدروا بتأمنوها، في مدربين، في ناس بتقدر بتعطي خبرتها، ولكن بضل في عنا يمكن صعوبة أو العائق بتصور هو التمويل، يعني إيجاد مصادر التمويل اللي ذكرتوها. خلينا نحكي اليوم أنتم بحاجة للتشبيك مع مين، أو أنه مين الجهات يلي أنتم بحاجة لدعمها؟ وكل المشاريع يعني أنتم اللي بتدربوها وبتأهلوها كلها حيكون إلا تمويل، ولا لا في عم يكون مفاضله مثلا المرتبه الاولى المرتبه الثانيه؟ لا لا، هو اكيد في شيء عم يكون شيء بيغطي على حساب شيء ثاني مثل بتعرفي بسبب التضخم المالي اللي نحن عم نعيشه اليوم بسوريا. بس الفكره بما فيها اليوم نحن لما بدنا نبلش بمشروع، تمام، اهم من الدعم المادي هو الدعم اليوم المعنوي اللي نحن اخذناه من جامعه تشرين ومن الاصدقاء ومن اهلي بشكل عام. اليوم الدعم المادي هو اساس، الدعم المعنوي هو اساس نجاح اي مشروع. بالامكانيات المحدوده اللي كانت موجوده عندنا قدرنا ناخذ مركز صغير بدايه. خلال العام الماضي اخذنا مركز صغير وبلشنا ننفذ فيه عده برامج تدريبيه، تمام. نتيجه الاقبال الكثير كبير من قبل زملائنا الطلبه او الطلاب بشكل عام المتدربين، كان في عندنا افتتاح المشروع المركز الثاني للمشروع، وبسعنا بمركز اكبر وبمنطقه بتخدم اكثر الطلاب الجامعيين. كان الافتتاح الاسبوع الماضي. اكيد نتمنى مثل ما قلت يمكن تشمل شريحه اكبر، تتوسعوا بالمحافظات كلها. خلينا نحكي شو طموحاتكم بالمستقبل. لما نقول تأهيل، تدريب وريادة أعمال، فأكيد خطوات مستمرة مثل ما قلت، لأنه نحن بالسنوات الأخيرة شفنا التوجه لريادة الأعمال. سابقا ما كان في هذا التوجه، فينا نقول العشر سنوات أو الخمس سنوات الأخيرة كان في توجه خجول، اليوم عم يكون أكثر وضوح وعم يكون في تشبيك يعني بين الأجيال ومع الشباب بشكل كتير كبير. أكيد حاطين خطوات، يعني لما نقول إنتاج زراعي مركزين على نقطة كتير مهمة، بس بالأخير بدها استمرارية. يعني أنا ما بقوم بتأهيل تدريب وبوقف هون، في خطوات مستمرة أكيد لازم. أكيد في خطوات مستمرة. المشروع خلال العام الأول حقق عدة إنجازات، اللي كانت أهمها جبنا مشاركة عربية من بالمسابقات العربية للمبادرات الملهمة لعام 2022 بدولة الإمارات، وأخذنا تكريم برونزي كمبادرة فعال. بعدها شاركنا بمؤتمر أثر التغيرات المناخية اللي قام بجامعة تشرين، وكان موجود في عدة دول عم يحضروا المؤتمر، منها دولة العراق الشقيق كان ما بيننا وبين جامعة تشرين ووزارة التعليم العالي بسوريا. بالإضافة لأخيرا نحن كنا عم نراسل ونحاول نوصل صوت الشباب السوري، فقدرنا نحصل على لقب سفير رواد أعمال الشباب لريادة الأعمال من قبل المنظمة الدبلوماسية للعدالة والسلام، وهذا اللقب حملنا مسؤولية كتير كبيرة لحتى نكفي بالمشروع ونثبت أنه اليوم نحن الشباب السوري، الشاب السوري أو الصبية السورية هم عن جد أبناء عز. لو ما نحن أبناء عز ما كنا اليوم وصلنا لهي النتائج. وشفنا هيدا الشيء بدول الاغتراب قديش اليوم السوريون حققوا، الشباب السوري حقق نجاحات صحيح. كبيرة لدرجة كانت مذهلة بالنسبة للعالم كلياته. يعني السوري وين ما كان دائما بنحكي مبدع وفخورين فيه باي مجال من المجالات وباي بلد، عم يترك بصمه خاصه في نحن السوريين.
وخاصة الشباب السوري نحن عن جد ابن عز، تربينا على نمطية معينة، وهذا الشيء عم نشوفه مو بس عنا بسوريا، عم نشوفه بكل الدول. اليوم إذا بدنا نروح على كل الدول العربية والدول المجاورة، أغلبية النجاحات قصة النجاح من عمتكم. صحيح. سوريين. صحيح صحيح. بالختام كلمة حابب توجهها لكل الشباب اللي عم يتابعنا اليوم، لكل حدا حابب يبلش مشروعه، أكيد رح يكون في جهة فعلياً تدعمه ليكمل فيه. هلأ سوريا غالية علينا كلياتنا، اليوم في فرق أنه نحب بلدنا وبس، وفي فرق أنه نحب بلدنا ونعطيها، وسوريا بتستاهل كتير أنه نحن نعطيها. وبدي أتشكر جامعة تشرين، بدي أتشكر كلية الهندسة الزراعية، بدي أتشكر أهلي، وفي شكر كتير كبير لأبطال الجيش العربي السوري اللي كان امبارح عيد الجيش، بوجه لهم تحية، وتحية لأرواح الشهداء ولقائد الوطن الدكتور بشار حافظ الأسد. شكرا كتير لك المهندسة علي عبد اللطيف، ومن خلالك اليوم ضوينا على أحد المشاريع الريادية وهو مشروع فعال. أهلا وسهلا فيك. نشكرك أكيد، نتمنى لك التوفيق ولكل الشباب بمشاريعهم القادمة، يا رب يقدروا فعليا يلاقوا جهة داعمة تتبنى كل مشروع شاب فعليا له أثر على الاقتصاد الوطني. شكرا كثير لك.